سائل يسأل: أنا محامي، بيجي الراجل معاه وصل أمانة ب100,000 ومش عارف يحصله ومش هيعرف يحصله. أنا باخده منه ب20,000 أو ب50,000 وبقول له أنت خد دول ومالكش دعوة، أنا هتصرف. وأنا بقى اللي بوسائلي بعرف أجيب الفلوس. هنقول ده حرام، الصورة دي حرام. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. وأنت بعت حاجة مش عندك، بيع الوصلة وبيع الشيكات لا يجوز. طب ايه اللي يجوز؟ اللي يجوز الإيجارة. أنا هديك الوصل كمحامي وليك 20,000 30,000 5 زي ما نتفق. دي اسمها إيجارة شرعية. ما تاخدش فلوسك غير لما تجيب الحاجة. تبدأ تاخد مثلا أجزاء ماشي، عبارة تعب، أنا بديك تعبك، لكن أنت ما بتشتريش الوصل. شراء الوصلة حرام إلا بتمنها، تاخد الوصل بنفس القيمة بتاعته. جزاك الله خير.